تسجيلات الجبالي. تسجيلات الجبالي. تسجيلات الجبالي بإدارة أمجد الجبالي. جبالي. ريكوردينج جبالي. ارجع لنا غني من جديد، هيك بدها الاجاويد، قلبي بقلبه وايد بايد، تنشوف الليل الربحة، ايد بايد وقلب بقلب، اكرم واحمد وصهيب نغني، وانت الرقم الصعب بتبقى والرقم الربحة. هاي الليلة بتعنيني لاهلي ولا محبيني، لاجل حمودي زيني فلو ياسمين وريحان. يا شاعر غني تحت العالم الفني، كل رني بحتى رني واظل الليل طربان. احنا بنبقى الاوائل ونود الحمام الزاجل، حتى انه يوصل رسايل والمحب تبقى العنوان. في اول ما في ثاني نتساوى باوطاني، واللي بده يلقاني شد اللي هالليل الضرعان. لو اعتبرني بلاقيك اجيتك هالليل ليك، حتى يا احمد اخليك تقضي العمر بمورستان. لي حلوي حلوي كل فارس يعلى عصهوي، يا صهيب توكل بلوي، ان شفت الفحماوي غضبان. الفحماوي ابو هادي انا شفت رايك هادي، مع سلطان الحداد بلكي مرة يصير سلطان. علي اللي عامل لي سلطان هالليل بهالمدان، عدي ما إلك ما كان مهما جرى ومهما كان. اسمي سلطان السلاطين، اسأل عني بفلسطين، مثل ورود الرياحين فلو ياسمين وريحان. علي وائل افتح برا خلي الليل المسرة، للكلمة تطلع ضرة والليل تحل المهرجان. لك اسأل عني بعلار، اسمي يوم العرك نار، قالوا لي شيخ الشعار بتبقى عطول الزمان. لا اسأل عني بجماعين اللي مجاوري بورين، بيقولوا لك فلسطين مثلي ما بيها شعار. هي منتي لو تسأل عني تلكاني شاعر جني، عطول بيضحك لك سني يا بوريني يا فهمان. اسأل عني بفحمي عخصومي في الشي رحمي، ابو النغم والحكمة او محسوبك صاحب افكار. يعني القافي الفنون ولا عراء المضمون، حيرتونا بالفنون واحد فيكم بيختار. ايو اسأل عني بالضف الدنيا بكفي، وانا بكفي بغني الكلمة وبوفي، والحجر ما حلوك انطار. اسأل عني بكوف الراعي، بيقولوا لك شاعر واعي، لما بيكتب يا راعي رح يغلى سعر الاشعار. انا بمربع غني وهو وقت التحية، خلصنا والدحية سكعر عليها الجرار. لو تسأل عني بقلقيلي بتلاقي باعي طويلي، مثل تشرنوبيل اللي بتفجر كل الأقطار. لو اسأل عني في جنين اسمي شيخ الزجالين، واسمي أبو التلاحين اللي ما فيها مرة تكرار. اسأل عني وين بدك يا صهيب أنا بحدك، الليل جاي صدك ما دام بتلعب في النار. ايو اسأل عني بترلغصون، بتلكاني شاعر مضمون، ع كل الدنيا بامون وخصوصي على الشعار. لو اسأل عني بطابة او اسمي شيخ العتابة، قول يا يمه ويابا وبخلي الساحة مثل النار. العن اكرم وقول لما يصول ولما يجول، ولقيته فارس لخيول لما بعلى عالمهار. سألت عنه في فحمي قالوا الكبير الكحمي، عالفاض وشاعر لخمي ومن اول ردي بينهار. لو تسأل عني بجماعين اسمي شيخ الزجالين، بشهادولي الحجارين كلمات بتشبه الحجار. سألت عنك في بورين يا اكرم من هين وهين، قالوا لا ذمي ولا دين ولا عذر بالغفار. انتي مين بقيس بتسمي او تخيرني الذمي، اسأل بي او امي بيقولوا لك عالي المنخار. انا للشعراء بخشاش عيوني ما فيش غباش، اتحدوني دم 16 بقدار لكم بالبدار. ايو اسمع يا بن جماعين واسمع يا ابن بوري،
هاي الليلة مغلوبين الفحماوي ويكسر فخار. اسأل عنا بالأوطان بورين تصدر خصطان فيها شاد الكاروان وأكرم وقاسم نجار. قادر إني وجعك قادر إني أضبعك لولانا الليلة معك والله لا يضربوك حجار. ولولاك الليلة معي إلا ينزل مدفعي احضر منه مدفعي اذا الليل اطلق النار. انا اللي اكتشفت الغرض وين الخلل والمرض حطوهم الاثنين عبعض ما دام الاثنين قصار. مدفعك ما هو مرغوب من فوق التل مخروب مدفعنا مدفع حروب ومدفعك مدفع افطار. حتى ما بتصيروا كل واحد جيبوا لي غيره يلا عبالي طيروا عالطاير صيد الشمار. كل واحد قال لك طيروا بالساحة دبر خيره اللي بيعلمنا خيره جاي اكسر له المنخار. لاني سبع المنابر لاني سبع المنابر لما بكلماتي احاور ما بيقديني شاعر صاروا يجيبوا لي شعار. والليلة من تلاي يا صهيب لقاي انا غالب كل الحداي ولسه الحابل عالجرار. انا اكرم ابو الكرام اسمي اعلى من الارقام اما انتو بين الارقام الاثنين بتيجوا اعشار. انا وياك بمقديرة نوقف على السنتيرة انا وياك بمقديرة نوقف على السنتارة نلعب طابي بالكورة او احمد طابي المضمار. جاي لك بالعصاي اوعى تقرب دلاي مش ناقص الا دماي ويصير الفحماوي خديار. شو هالحداي اللي بتنهم واللي عم بتسمعهم البوريني غني معهم يا للفضيحة والعار. شو مالك حامل عصا والعصا لمن عصا بعدك بتلعب بالحاصة وبعدك بتلعب بالشحبار. ليش جبتوا فنانين من جماعين وبورين واحد بسوى دولارين والثاني بسوى دولار. شلون احييلك دكتور في حولي فوضى وغرور بس اتفضلك بشهور لما اذبح هاي الشعار. لك هاي العركة ملغومي عني شالات همومي احمد قدامي فطومي والبورين مبين غوار. يا بوريني ما بتسلم ولا صهيب بيفهم ظلك مني اتعلم ولا بتوكلها بالمضمار. لمين بتحمل عصاي وبتلوح بحماي ولك من شان الحداي من هيبتك صاروا غبار. يا احمد بمجالك بدي ترتب موالك الله يعينك عحالك اذا هاي عندك افكار. يا بورين بميداني ظل الليلة القاني لا تخاف من المحجاني بدي احولها غيار. انا اكرم ابن بورين لكن شاعر فلسطين بمشوا من حولي الاثنين حراس يمين ويسار. اذا نشعرت بتجلي الا للراي اعلي وحط الحداي بترلي وعلاري بسوق الجرار. اي جيتو محلاها الجي خربتو الزمرية بهالعصاي السحرية هالليلة بخفيها الشعار. قولك مش قاك بقولي ولا عنده بطولي بدي اثنين بيجوا بطولي خذ مني اربع امتار. يا بورين شوي شوي عاداتون بهذا الحي انت بتغرق جوا المي واحمد بوقع جوا النار. وشوكتو الود الجوري لكن صفيت اسطوري وشو جابك عبحوري وعارف حالك مش بحار. اللي بجيبك عالقدم تتغني يا محترم بيعض مصابع الندم وشحبر حاله بالشحبار. نرسم دائرة يا أمم بلكي أبني لي هارم واحد بدي أحطه قلم والثاني أعماله فرجار. أي والله انتو الاثنين الليلة ما بتسووا قرشين الفحمة ورقام اليمين وانتو أصفار اليسار. العريس ابن الحلال شاهدني كيف بالحال لما شاف اثنين قال يا ويلي للطف الستار. هذا أحمد النوارة عملته بحضارة بدي يغسل للسيارة ويجيب لي لو خل السولار. على هذا صهيب الثاني يا ويلو من المحجاني بينهب لي جزداني كل ما نطلع المشوار. هذا نازل بخافش والثاني جاي طاوش الله يسر لهم داعش تحرق جميع الشعار. يا احمد شو بتغني
بدي تغني بتأني تكسب الخبرة منه تتصير سيد بالمضمار أو تصبح صاحب خبرة ومنك نوخذ الفكرة لا فكرة ولا عبرة ولا في براسك أفكار محسوبك شيخ الحداي البوريني عالي الراي الاثنين اللي جو معاي توم وجيري بالصفار فكرت بغني لحالي الليل ارتجاله لمن موجود الجباله عيبي معكم اعمل حوار مش توم وجيري بالملعب من ضربك ما في اصعب غني قفز الارنب مثل الاولاد الصغار اصلا الجبالي شاهد عليك وانتي شارد وعارفني اني قائد وانتو عندين الامار احمد العامل نبيه واشعار وسيباويه رحت بدينار اشتريه رجع لي ربع دينار الفحماوي مبتشتريه لكن دوم بتشتهيه لما يغني بتلاقيه سلطان بكل الاقطار بنحكي الكلمه والمدح اللي بيتبعني ربح هذا يا ظرف الملح والثاني عالكبتات عيار اسمي ابو الكلم المرة للناس تجيب المسرة علار رح تكسر جرة لما تروحوا من علار الجيري عليكم جيري تشبهوا توم وجيري او انتو ينبوع صغيري والفحماوي عنده انهار قالوا لي الافندي شو بوخذ اجرة يومية قلت لهم 300 قالوا كثيري هيك الاجار يا اكرم تتحداني واحمد حامل محجاني وانتو اثنين بميداني صغار واحنا شعر كبار يا اكرم لا تبرم شانب خلي الوقفة وقفة ادب بكرة بتصيب بجانب بكرة بتقعد عجانب علينا بتصفي سمسار شو بحكي هذا الشرير مش عارف اني الخطير من كثر ما هو قصير قميص بثلاث ازرار يا احمد لازم تحتج بعدك ني وبعدك فج كل سنة بموسم الحج بو كله سبعة حجار على هالقصير بينقابل ما احلى قصر السوبل اما انت مثل هوبل في زمانات الكفار اطلع عليهم تمام احكم عليهم بغرام هذاك خراف وتمام والثاني بيرعى السمار عندك فار المعجبين ما بحاجة مشاهدين بدي خليكم الاثنين تولعوها نار ونار اي منكم لعمل مجلي معكم ما في تجلي احنا الاسعار نعلي وانتي بتدني بالاسعار حامل بيدك عصاي جاي علي جاي منتي وكل الحداي يا دوب طول بهالمضمار او مالو هالجماعيني طاركني في ما يديني اباطح بالبوريني او بالله تقولوا لي شو صار ايش الطاطح حتى الطاطح انا لسه بمازح لو انوي الحارب بالجارح بحمل لك بيدي البتار اتفضل وانوي عالجدي او مثل ما بدك بدي انا لو لوح في يدي بهجج لكل الشعار اضربني العصاب كتافي بتتكسر بوصافي ما فيش بقلبي ما خافي انا اندرتيكر الشعار الاحسان تقول بتوب مأكد انت مغلوب يا جبالي عاليوتيوب وزعها بكل الاقطار تجهوا يا ناس تجهوا على هالشاعر وانتبهوا قميص اللي بيشبه وجهه نفس اللمعة بالسمار يلي بتغني عالوني لون البيجي بفنوني لون الاصمر حنوني ما احلى لونك يا الصمار ما انتي اقدم يا انسان من هالهرم اللي بيبان ليش بتحلق الزعران بتقصر في حالك صار او هذا الاصمر ممنونك يا بوريني شو مجنونك لولا الصمرة بعيونك بتكون معمي بالأنظار اللي بده يلبس خاتم مثل البورين الغانم لازم يكون الفاهم سليمان ولو القرار ما فالله الخاتم فضة بكو لو ما رح أرضى والله الليل البغضة لا يمكن تبكى بالمضمار خاتم فضة وإلي أدب هيك الرجول بشانب انت اللي مخبي الذهب جوا المكتب في الجرار لا تقول لي فضة ومعرف هاي الليلة بتشرف لكنه هو مزيف يمكن سعره نصف دينار كيف نجح بهالديري قولوا يا جماهيري انا بعرف ايش السيري
مين اللي قال له يختار يا بورين طلوا شوف محلى هالليل الضيوف لما بيلوحوا الكفوف هالليل تجلوا الاشعار مره بشوف براي ومره بشوف بحرجاي لا نافع في الحداي ولا نافع في الطمار بأي ساحة أنا بنفع أو كلماتي مثل المدفع ارجع 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 لك سر يمينك واليسار انت وأنا يا غالي لو طلعونا عالي أنا بقوم أنا سكالي أما انت تحتي مسمار يا بورين بميداني أنا الأول وانت الثاني لما بمدوني شاني أو ما في طيرك بالي طار عامل حالك هيك وهيك انك افندي او بيك اللي بيسلم عليك بيشحبر حاله شحبار حلو الليل بتندم نادم عن نادم بكتب القلم وانتو عبواب خادم اما الفحماوي هو المختار وانت بتحكي عالتكي والدربكي والتكي لو رحت تحج بمكي عليك بيزدوا الجمار هل جبنا الحداي بالدور هالليلي بتلف الدور هذا الجماعي نيكور والجماعي عصفور والنسر البعد وما طار فحم اللي بحاسب علمي كانت جمرة من كدمي ساكنها أحمد زلمي طفى لجمرات النار